رنا مبسوطه اني شايفاكي على الريد كاربت النهارده في مهرجان القاهره السينمائي في دورته ال 42 ومنوره تلفزيون اليوم السابع. بنورك وثانك يو. انا اللي مبسوطه. ميرسي حبيبتي. طيب احكي لي كده، يعني مبدئيا عايزه اقول لك مبروك على الحرامي، وعايزاكي يعني تحكي لنا عن اصعب الحاجات اللي قابلتيها فيه. الله يبارك فيكي. اول حاجه الحرامي كان بالنسبه لي اصعب، يعني هو بالنسبه لي حاجه يعني انا كنت مبسوطه بيها جدا جدا جدا، واكتر حاجه ايه بقى معلش اصعب حاجه قابلتيها. ما كانش في اصعب حاجه، بس كان في ان انا اتقبل الفكره بتاعت ان انا بحب حرامي اللي هي انت سايكو قوي كده، انت بجد بتحبي حرامي داخل يسرق بيكو. طب كلميني عن مشاركتك النهارده على الريد كاربت ودخولك انك تشوفي المسلسلين. اول حاجه انا حابه ابارك لكل زمايلي واصحابي اللي في الاعمال الاثنين والحقيقه انا بحبهم كلهم وكلهم بجد شاطرين ومجتهدين ويستاهلوا كل خير، ومتحمسه قوي ان انا اشوف كل حاجه، وطبعا شرف ليا ان انا اكون موجوده في الدوره اللي بيتكرم فيها استاذ وحيد حامد واستاذه منى زكي، ومثلي الاعلى الاثنين الحقيقه. توجه لهم ايه بقى؟ اوجه لهم كل الحب وكل الشكر على كل حاجه علموها لنا، وعلى الافلام اللي تربينا عليها، وعلى الفن الحلو اللي بنشوفه. مين بقى الرول موديل بالنسبه لك؟ منى زكي. منى زكي. طيب انتي لا نوز ذات، هي عارفه كويس قوي ان هي شيز ماي رول موديل، وهي اكتر حد انا بحبه في الحياه. هي فظيعه، بموت فيها، تستاهل كل خير وبتعلم منها كل حاجه. طب كلمينا عن الاوتفيت النهارده، شكلك يجنن بصراحه. اوكي اول حاجه ثانك يو. اول حاجه الدرس ده ماي وان اوف ماي فريندز، هو لسه ديزاينر جديد نور عزيز، فاول مره يعمل دريس. ثانك يو. وشعري انا عادي غسلته الصبح وسبته. وميك اب باي نادا من لانكوم. شكلك جميل جدا بجد. يعني عايزاكي بقى تكلميني عن قولي ميك اب باي نادا سويدان. انا اسفه. انا اسفه نادا سويدان، احنا قلنا اي لاف هير. كلميني عن اكتر موقف مرعب حصل لك في 2020. الكورونا مفيش رعب اكتر من كده. انا ما كنتش مرعوبه قوي، وانا من انا سايباها على ربنا، بس يعني هو ده اكتر موقف مرعب حصل للعالم تقريبا. احلى حاجه حصلت في 2020 الكورونا برضو، تخيلي. ممكن اكون اول حد يقول كده. علمنا حاجات كتير قوي، يعني انا اتعلمت حاجات كتير قوي من الكورونا، يعني خلتني اتعلمت حاجات وبقيت بعرف اعمل حاجات ما كنتش بعرف اعملها، ويعني كده يعني. فلا دي حاجات حلوه حصلت من وراها، ده حقيقي، احنا كده كنا قريبين. طيب اكتر حاجه او اكتر فيلم عجبك من الافلام المشاركه في المهرجان؟ انا لسه اول يوم اجي المهرجان، فلسه ما شفتش اي حاجه، بس عايزه اشوف كيرفيو، وعايزه اشوف الفيلم الفلسطيني، وعايزه اشوف كل الافلام الحقيقه، بس يعني دول اكتر حاجتين انا متحمسه لهم. مين من النجوم كان نفسك يكون معاكي النهارده؟ كان نفسي يكون معايا النهارده وما جاش. انا مش عارفه. انا اتوترت. استاذه منى زكي هنا؟ لا انا كان نفسي تكون موجوده معايا دلوقتي. طيب احكي لي عن يعني في حاجه جديده هتشاركي فيها ان شاء الله؟ ان شاء الله. في الحرامي الجزء الثاني ان شاء الله. ان شاء الله الحرامي الجزء الثاني. بس في دكتور يحيى الفخراني، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021، ودل راجل، استاذ ياسر جلال. اكتر دور نفسك تمثليه؟ كل حاجه، يعني انا لسه ما عملتش حاجه، بس نفسي اعمل السايكو، ونفسي اعمل كل الطيبه والكوميدي، يعني نفسي اعمل كل حاجه. انت شخصيه فرفوشه جدا، ويعني بتحبي الحياه من الواضح. بحب الحياه بس ما اعرفش فرفوشه دي مش ما اقدرش احكمها. بتحبي النكد؟ يعني ما فيش حد مش نكد، سواء رجاله او ستات. شكرا. طيب تقولي لي ايه ل 2021 لجمهور تلفزيون اليوم السابع؟ اقول ايه ل 2021؟ ان شاء الله تبقي سنه لطيفه، ان شاء الله تبقي مليانه بالخير والتفاؤل، وخليكي حلوه معانا كده بقى. كل سنه وانتم طيبين جمهور التلفزيون اليوم السابع، واي لاف يو، بحبكم كلكم خمسه موا.